هنشوف مثال تاني على او نفس الموضوع دوت. طيب هنا ايه بيقول له do you like the party؟ ايه بيسأل بيه يقول له do you like the party؟ do you like do you like the party؟ احنا قلنا ان دوت عباره عن سؤال بيبدا بدو، يبقى الاجابه هتكون yes I do، yes I do او no I don't، yes I do او no I don't. يبقى الاجابه المتوقعه كده هنبدا بقى نعمل ايه؟ طالما ده سؤال بيبدا بدو يبقى لازم تكون الاجابه yes I do I like the party او no I don't. انما هنا عندنا في الكتاب الجواب كان don't ask. don't ask. هنا which maxim had been floated maxim of quality؟ لا مش maxim of quality. هتبقى maxim of relevance؟ لا. maxim of quantity. maxim of quantity is not informative, is not sufficiently informative. ما اداش معلومات صح، ما ردش عليه بمعلومات كافيه. هنا بيقول له don't ask. انا بقول لك do you like the party؟ تقول لي ما تسالش. انت لما قلت لك انا بقول لك هل بتحب حاجه لازم تقول لي yes I do او no I don't. بسالك سؤال بدو يبقى لازم الاجابه تكون yes او no. فهنا بيقول لي don't ask هل بتحب، هل حبيت الحفله، هل عجبك، هل الحفله عجبتك، وانت بتقول لي ما تسالش، يبقى انت هنا flout the maximum of quantity. دي الماكسيم flout. طيب ايه الامبليكاتشر بقى؟ الامبليكاتشر زي ما انا قلت لك اهو، الاجابه الصحيحه متوقعه. No I don't. don't ask. yes I do. don't ask. ممكن يكون الحفله كان فيها كذا وكذا وكذا. دي حاجة. طيب احنا هنشوف مثال تاني على نفس السؤال، على نفس النقطة. طيب حاجة بقى تانية برضه ايه بيسأل بيه سؤال. هنا الكتاب بيقول لي such responses flout the maxim of relevance and quantity respectively but the implied answer no is easy to infer regardless of the context in which such utterances occurred. However in some cases the implicature is not as so easy to infer, regardless of the context and shared background knowledge is needed to arrive at its intended meaning. بيسأل سؤال برضه بيقول له do you like my new hat؟ do you like do you like my new hat؟ هذا السؤال بيقوله بي ايه؟ طيب هنبدا بقى نطلع الكاتشب كده على بدري. هنبدا كده بي هنا ونعمل كده اي اي ان بخط صغير كده اهو. هنبدا بقى اول حل الامتحان اهو. هنا بيبي ايه بيسأل بيقول do you like my new hat؟ انت حامل الطاقية الجديدة بتاعتي؟ بي هنا هنبدأ نطلع الامبليكاتشر، الامبليكاتشر تاني عشان ما اقعدش اعيد اللي هو الإجابة المتوقعة الصحيحة. اللي ما قالوش بي، اللي ما قالوش بي لأن هو flout the maximum، انتهك المبدأ، تعدى المبدأ أو كسر المبدأ أو ما انتهش، ما اهتمش بالمبدأ. الإجابة هتكون do you like my new hat؟ yes I do أو no I don't. يبقى yes I do أو no I don't. إنما الإجابة اللي في الكتاب ده بيقول له it's pink. it's pink.
يبقى دوت كلام not relevant، يعني البامبي ملوش علاقه بالهات ولا اصلا مديله معلومات كافيه، يبقى هنا طيب على طول. طالما الاجابه ما يقول لك do you like my new hat، طالما الاجابه ما فيهاش ما بدأتش بيس او نو تاني. لو سالت سؤال بدو او داز او ديت والاجابه اللي كانت قدامي ما بتبداش بيس او نو، يبقى على طول كده الماكسيم فلوت ريليفانس او كوانتيتي. يبقى the maximum float is maximum of relevance and maximum of quantity respectively, and the implication can be no I don't, it's bank. No I don't, it's bank. It's bank that one of the colors and he don't like the pink color. ده هبش اللون البامبي. عادي حاجة، عادي مثال برضه من ضمن الأمثلة.